في 16 من فبراير عام 2011 دعا عبد الملك الحوثي أنصاره لاستغلال الفرصة والالتحاق بساحات التغيير ضد نظام صالح. في أكتوبر عام 2011 حصرت ميليشيا الحوثي مدينة دماج التي يتمركز فيها السلفيون منذ سنوات، وخاضت معهم اشتباكات عديدة. ومنذ نهاية عام 2011 اعتبرت صعدة محافظة معزولة للحوثيين خارج إطار سيطرة الدولة. وفي نوفمبر عام 2011 أعلن الحوثيون رفضهم للمبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض، ومع ذلك شارك الحوثيون في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2012. في 8 من مارس عام 2013 شارك الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني بواقع 35 مقعد. وفي 13 من يناير عام 2014 هجر الحوثيون مواطني دماج من مدينة صعدة. في ختام مؤتمر الحوار الوطني حاول مكون الحوثيين إجهاض مؤتمر الحوار من خلال رفضهم للعديد من المخرجات أبرزها مشروع الأقاليم. بعد مؤتمر الحوار بدأ الحوثيون الاجتياح المسلح للمدن انطلاقا من صعدة ومرورا بحجة وعمران وصولا إلى صنعاء. في 11 من سبتمبر عام 2014 اجتاحت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح العاصمة صنعاء بقوة السلاح وأعلنت سيطرتها على مؤسسات الدولة. 19 من يناير اقتحمت الميليشيا دار الرئاسة والقصر الجمهوري وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وأعضاء الحكومة. وحتى الآن تستمر ميليشيات الحوثي بالتحالف مع قوات المخلوع في الانقلاب ومواجهة الحكومة الشرعية.